أخبار اليوم. في هذه المؤسسة المهمة جدا، المؤسسة التي ارتبط اسمها بأساتذة مصطفى أمين وعلي أمين. حقيقة احنا هنا بنتكلم عن مؤسسة بكل ما تعنيه هذه الكلمة، هي مؤسسة مجتمع مدني بتعكس قيم عاش من أجلها وعكسها عمل الأخوين مصطفى أمين وعلي أمين. هذه الجوائز اللي ارتبط اسمها بيهم وبالمؤسسة، وهذه الجوائز التي تخرج عن هذه المؤسسة كل عام هي جوائز تعكس عن مجموعة من القيم على أساسها قيمة الجودة وإتقان العمل. قيمة الجودة وإتقان العمل والتميز هو ما يميز مؤسسة أخبار اليوم، هو ما يميز الأشخاص والأفراد الذين يحصلون على هذه الجوائز. قيمة التميز هي قيمة إحنا افتقدناها ولا بد أن نسترجعها. قيمة إتقان العمل قيمة افتقدناها ولا بد أن نسترجعها. والأهم اللي بيخلينا نتميز ونتقن العمل هو حب العمل. فإحنا بنتكلم عن شخصين أحب الصحافة وأحب هذا البلد وأحب العاملين في الصحافة وأحب كل ما له صلة بعالم الصحافة، وبالتالي ترك لنا من المؤسسات سواء كانت هذه المؤسسة أو مؤسسة لجنة الأدب أو دار أخبار اليوم بكل أنشطتها والتي تحولت إلى مؤسسة كبرى. الحقيقة كل هذه المؤسسات وكل هذه الأنشطة هي بتعكس هذا الحب الكبير للمهنة الذي وصل إلى درجة العشق، واللي بيفتقده الكثير من الأجيال اللي بيشتغلوا في وظائف وفي مهن ما بيحبوهاش، ولكن بالصدفة هي اللي قادتهم لها. احنا هنا بنتكلم عن أخين نموذج. أنا شخصياً يعني نشأت وكبرت وأنا بقرأ عن مصطفى أمين، وفكرة بالنسبة لي هي اللي كنا بنصحى الصبح نقرأه ونناقشه، وقبل ما ننام نتناقش في الأسرة على هذا العمود وغيره من العواميد المهمة جدا للرواد والكبار في عالم الصحافة.